النهارده كونكت 5 هناخد مع بعض البنك الاسئله للانجليش يونت 1. نمبر 1 سمر هاز سبيس جرين ابلز. هنختار هنا سم لان سم بتيجي مع الاسماء التي لا تعد او الجمع، فابلز هنا جمع يبقى نستخدم سم، ما ينفعش نستخدم اني. يلا عبد الرحمن نمبر 2. Can I have some chicken? تمام. كان هنا ده سؤال اللي هو بيحب دايما ياخد some. Can I have some chicken؟ طب يا مس حد يقولي طب ما احنا ممكن نقول a chicken a chicken. هقول لك ليه مش هينفع نختار a chicken. اولا كان ده اسمه طلب بأدب، فلما اجي انا اطلب طلب بادب استخدم ايه؟ استخدم ممكن اتناول لحم الدجاج، هاخد فراخ لحمه، فهنا فهنا كلمه تشيكن بمعنى لحم الدجاج، فهي لا تعد يبقى تاخد سم. يلا يوسف نمبر 3. There aren't any bananas. يبقى هنا نختار هنا any علشان خاطر ال any بتيجي في الجمله اللي بيكون فيها نيجاتيف وبيكون فيها برولر او لا يعد. لازم نبص على حاجتين، يبص على النط ونبص على الاسم بتاعنا هو جمع او لا يعد. نمبر 4 يلا يا دينا. Are there carrots? Carrots يعني جزر. جزر yes. Are there carrots? Would you like some juice? لسه يا اسلام لسه ما حلتهاش رودينا. Are there space carrots؟ هتختاري ايه؟ رقم ايه؟ طيب الاول نبص على الكلمه بتاعتنا، carrots دي مفرد ولا جمع يا رودينا؟ جمع يعني ما ينفعش لا ايه ولا ان، عشان الجمع ما بياخدش ايه ولا ان. عندك لا اما سم لا اما اني، هتختاري مين؟ لا غلط سام يا رودي، هنختار هنا اني لان سام ما بتجيش في السؤال، السؤال اللي اوله ار، يبقى نختار ايه هنا؟ اني. السؤال بس اللي بياخد كان اللي اوله كان واللي اوله وود هو بس اللي بناخد له سام. يلا اسلام نمبر 5. Would you like some juice? Would you like some juice؟ يبقى احنا هنا السؤال ده سؤال برضو أوله would والجوز دي لا تعد، يبقى احنا على طول نختار مين هنا؟ some عادي جدا. يلا يا يامن برافو عليك. يامن نمبر 6. 6 yes. You like some cheese. ينفع نختار does يا يامن؟ No. ما ينفعش does. طب ينفع نختار can؟ No. احنا ممكن نختار can عشان some، بس ما فيش حاجة اسمها can you like، اسمها can I have، يبقى can برضو تترفض، يبقى عندي would وعندي are، هتختار مين؟ Are. اي are تنفع للسبب بس مش هينفع مع some، يبقى are ما تنفعش تيجي مع مين؟ مين في الجملة عندك هنا؟ سام. مين اللي بيسأل في سام؟ لا إما كان لا إما وود، لكن هنا عشان في وود يو لايك ده تعبير اسمه طلب بأدب، يبقى نختار مين؟ وود. وود يو لايك اسمها إيه؟ وود يو لايك. وود يو لايك. يلا يا أدم نمبر 7. يلا ادهم نمبر 7. يا ادهم نمبر 7. خلي مايكاتنا مفتوحه عشان نرد على طول يا ادهم. يو كان ادهم عنده مشكله. يلا يا رحمه نمبر 7. رميس انا اللي بعد ادهم.
لا ما رحمة دخلت. يلا يا رحمة بعد نمبر 7. يلا يا رحمة بعد نمبر 7. طيب يلا عبد الرحمن نمبر 7. You can grow chickpea seeds when they turn brown. طيب هنا بيقول لك ايه؟ You can space chickpeas seeds, بذور chickpeas. يعني ايه chickpeas اصلا؟ فكرنا بيها كده. اللي هو الحمص. الحمص. When they turn brown, لما بيتحول لونهم brown. يبقى يزرع grow ولا يعمل harvest بي يعمل حصد. يبقى نختار هنا harvest. harvest معناها ايه؟ يحصد. يحصد الحمص لما يكون عنده، لما يكون يتحول للون البراون، اللون البني، يبقى harvest معنى يحصد. يلا يا يوسف. Chickpeas belong to food groups called legumes. Yes, الشيكبيز بينتمي إلى food group، مجموعة من الطعام بنقول عليها legumes أو البقوليات. يلا يا رودينا نمبر 9. Food shows how plants and animals get their angry energy. Number 9. Food space shows how plants and animals get their energy. Energy يعني الطاقة بتاعتهم. يبقى مين هي اللي بتوديني مين الفود تشين؟ سلسلة الغذاء. سلسلة الغذاء. اوكي رودين. يلا يا اسلام نمبر 10. is a primary consumer. مش هتعرف انت نمبر 9 دي. Primary consumer يعني مستهلك أولي. يعني إيه مستهلك أولي؟ أخذنا في اليونت دي إن في حاجة اسمها سلسلة الغذاء اللي هي food chain. food chain بتبدأ الأول بالمنتجين بتاعتنا. إيه الكائنات المنتجة؟ الكائنات المنتجة هي grade 5، هي النباتات. أي نباتات بنقول عليها producer. النباتات هي البروديوسر. طيب البروديوسر يس يا يمن بتقول إيه؟ مثل الويت بالظبط كده، مثل القمح، مثل اي نباتات بتنتج طعامها بنفسها، بتستعين بالشمس عشان تنتج طعامها بنفسها، فدول بنقول عليهم بروديوسر. تحت البروديوسر بقى في حاجه اسمها كونسومرز. يعني ايه كونسومرز؟ يعني مستهلكين. فهو بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك a space is a primary consumer، يعني مستهلك اولي، هو اول واحد بياكل من النباتات. فكر كده، شوف مين المستهلك الأولي؟ هل هو الويت ولا الكاتري بيلر ولا الفوكس ولا الديد بال؟ هو مش الحيوانات الأولية. هل الفوكس بياكل كائنات، بياكل حاجات نباتية؟ لا. يبقى الفوكس ما ينفعش. يبقى عندك هتختار مين؟ اسمها الكاتري اللي هي دودة، أو الدودة بتاعت اليرقة بتاعت الفراشة. كاتري بيلر هي البرايمري كونسومر، الكائن الأولي اللي هو الأول هيبدأ، أول واحد هياكل من المنتجين، أول واحد بعد ما ياكل. في بقى كائنات تانية اسمها سكندري كونسومر بتتغذى عليه. فهمت الفكرة ازاي؟ في الفود تشين كل كائن بيتغذى على الكائن اللي قبله. وأول العلوم زي العلوم بالظبط يا يامن، برافو عليك. يلا دورك بقى يا من نمبر 11. 11. يس. اوكي. سلمى likes to eat. كشري for. بناكل الكشري في ايه؟ هل هو ديزرت ولا ديزرت؟ لانش اور كاندي؟ ديزرت صحراء؟ نو كشري. اللانش بناكله في اللانش، الكشري الغداء. اوكي يلا نمبر 12 يا ادهم.
Number 12, Adam. Okay, yalla Abd Rahman, number 12. Space, I have some water, please can. يبقى space, I have some water, please. أنا عندي some في الموضوع, أنا عندي some في الموضوع. يبقى دي لازم أما أختار can لأما أختار would. طالما في I يبقى can I. ممكن أنا can I. يبقى احنا number 12 اخترنا can. Can I have some water, please. طالما some موجودة يبقى السؤال بتاعنا لأما بcan لأما بwould. يلا يا يوسف, number 13. Pineapples were not on mom's shopping list. List قائمة. الباينابلز اللي هو الأناناس were not on mom's shopping list. يعني إيه shopping list؟ اللي هي قائمة الطعام بتاعنا. Okay, thank you يا يوسف. يلا يا رودينا, number 14. Neither has not got grapes in his plate. في عندك نط هنا, خلي بالك ان انت عندك نط هنا. يبقى ايه ولا ان ولا اني or some. اني اني, برافو عليك. Nader hasn't got any grapes on his plate. اوكي رودينا. يلا اسلام, نمبر 15. تمام. I saw eager yesterday. عشان إيه من الحروف المتحركة, وعشان إيجل ده مفرد singular لا ينفع معاه إني ولا ينفع معاه صم, يبقى نختار إن. أوكي إسلام. يلا يا يامن, number 16. شو نمبر كم؟ Number 16 حبيب. Okay. دينا. Dina doesn't want space nuts. Nuts. هتختار a, an, any or some. هنا هنختار لا, ما ينفعش some. ليه ما ينفعش some؟ أول حاجة نبص على حاجتين قلنا يا يامن. نبص على ان في نط هنا, في نط هنا, فما ينفعش نستخدم سام. وهنا نطس دي جامعة, يبقى ما ينفعش نستخدم او ان. يبقى مين الصح بتاعتنا؟ اني. مين الصح بتاعتنا يا يامن؟ ويلكم باك يا ادهم, رجعت. اني. يلا دورك يا ادهم, يلا دورك, نمبر 17. ركز بقى في الجملة دي عشان الجملة دي يعني ممكن تكون صعبة شوية. Is to pick something up quick. To pick something up quickly, يعني نمسك حاجة quickly. فين الكلمة اللي بيكون معناها نمسك حاجة quickly؟ Chop ولا grape, grab ولا castle ولا gap؟ جاب. هتبقى grab اللي هي letter B. grab معنى يمسك, يمسك حاجة كده كأنه يخطفها. ف is to pick something up quickly, إن إحنا نمسك حاجة بسرعة. Okay, number 18. يلا يا عبد الرحمن. A space is very large building built a long time ago. A castle هي large building built a long time ago. يبقى نختار مين؟ القلعة, a castle. يلا يا يوسف, number 19. My uncle. ركزوا بقى عشان دي برضو حتة grammar كده. هو حاطط لنا grow, growing, grows, grown. هتختار ايه؟ My uncle onions and potatoes. مش هينفع جروينج عشان ما فيش
مش هينفع جروينج عشان ما فيش ام واز وار. انا بحب اللي بيفكر كده ان هو يرفض الاختيارات عشان يعرف الاختيار الصح. مش هينفع جرو عشان هي مينفعش جروين عشان هي في الماضي. جرو اللي هو البي بي بتاعنا ما ينفعش. بنختار مين الاختيار الصح عشان ده هي بيحب الاس؟ روز. روز اكسلنت عليك. Their point is being recorded. Their point some honey. أنا بعرف أقرأ. Their point some honey. Or يبقى هنا their. بصي بصي الاسم بتاعنا هو مين هنا؟ Their. الاسم بتاعنا honey. الهاني ده honey. نوع مفرد ولا جمع ولا يعد؟ لا يعد. لا يعد بنعامله معاملة المفرد يبقى بياخد مين؟ is. Is okay. Gala Islam number 21. There are some boiled eggs. الاسم بتاعنا هنا مين يا اسلام؟ Boiled eggs. Boiled eggs يعني eggs يعني نوع مفرد ولا جمع؟ لا جمع. جمع. هتختار ايه؟ Or. Or تمام. يلا يامن نمبر 22. What teacher? Yeah, 22. Okay. Is an is onion? Onion on the table. نقول هناك. مين هي هناك بقى؟ هي there ولا they ولا they are ولا there؟ مين هي هناك يا يامن؟ هناك زي اللي فوقيها زي اللي تحتيها هي تي اتش اي ار اي هناك زير اسمها ايه؟ هناك زير زير تي اتش اي ار اي زير. يلا يا ادهم نمبر 23 ركزي يا ادهم شوف لنا الاسم بتاعنا ايه مفرد ولا جمع ولا لا يعد. Okay. They eat bread. البريد يعني الخبز. نوع ايه البريد؟ مفرد ولا جمع ولا لا يعد؟ لا يعد. لا يعد. طيب يبقى تختار is or isn't or aren't. There isn't any bread. يبقى نختار ايه؟ Isn't. Isn't. هنختار isn't تمام عشان خاطر في any وفي ده لا يعد بنختار isn't. مش هينفع نختار aren't ومش هينفع نختار is لوحديها لان any بتحب النط لازم نط تكون معاها. يلا يا رحمة number 24. يلا يا رحمة 24. We use space to make kushari. We use the space to make kushari. بنستخدم تشيك بيز اللي هو معناه الحمص ان احنا نصنع منه الكشري. طيب يلا جاي لنا تاني عبد الرحمن عن البرايمري كونسومرز والبروديوسرز المنتجين في سلسله الغذاء. قلنا ان البروديوسرز هم ايه البروديوسرز في 25؟ البروديوسرز get their energy from the sun. البروديوسر هو المنتج الكائن المنتج والكائن المنتج هو الكائن اللي بيجيب غذائه بنفسه فبيستخدم الصن في ذا صن مرتين عايزين الشمس ذا صن. يلا يا يوسف نمبر 26. How about some how about some juice بس some دي ضايعة شوية some juices juice أخذنا التعبير ده قبل كده لما نيجي نطلب طلب بأدب بنقول how about have ولا having أو لا لما نيجي نعرض عرض how about have ولا how about having have.
بعد how about يا يوسف بيجي الفيرب بتاعنا متضاف له ing. How about what about يبقى how about having some juice, what about having some juice, يجي الفيرب متضاف له ing. يلا يا رودينا number 26. About some salad. How about يبقى how about كان تعبير ممكن نحط جنبه verb وممكن نحط جنبه الاسم على طول. يعني نقول how about some salad, how about having some salad. الاثنين صح. 28 يلا يا إسلام. عايزة تقولي إيه يا رودينا؟ يلا إسلام 28. سلاد سلطة. 28 إسلام 28. مش عارفة إسلام راح فين تقريبا خرج. يلا يا يامي 28 yes. Okay. Are there tomatoes left ولا an any some خلي بالك يا يامن الاول نبص على الاسم. الاسم هنا توميتوز. توميتوز دي مفرد ولا جمع؟ ان اسمع بس الكلام الاول, مفرد ولا جمع؟ جمع. طيب الجمع عمره ما اختار لا ولا ان, ابدا ما اختارش لا ولا ان. عندي لا اما اني لا اما سم. توميتوز وفي ار يبقى ما ينفعش سم, يبقى ينفع مين؟ ان. لان ايه الفرق بين اني وسام؟ الفرق بين اني وسام الاثنين بيجوا في السؤال لكن السؤال اللي بيبدا بكام او بيبدا بود. سام بتحب السؤال اللي يبدا بكام او اللي يبدا بود. اوكي يلا ادهم 29. treasury consumers اللي هم المستهلك اللي هو number 3 اللي هو التالت. eat large animals بياكل الكائنات او الحيوانات الكبيره. اوكي نمبر 30. اسلام رحت فين يا اسلام؟ مس انا خرجت صليت وجيت. اوكي اوكي يلا 30 يا رحمه. حرام يا حبيبي. سيرتي يا رحمة. We should we should space the plant we should space the plants regularly. water هنا بمعنى يسقي. احنا لازم نسقي النباتات regularly بانتظام. Okay, thank you, Rahman. Abd Rahman, 31. Boy is the opposite of opposite. Opposite معناها عكس. كلمة boy عكسها سل. عكسها سل اللي هي S E L L بمعنى يبيع. Boy يشتري, ال opposite بتاعها بل يبيع. Excellent, عبد الرحمن. يلا يوسف number 32. To collect seeds and fruits of plants is to harvest. Harvest them. Collect يعني نجمع البذور أو الفاكهة. ده كده احنا عملنا ايه؟ عملنا harvest. يعني ايه harvest؟ يعني عملنا حصاد. 33. يلا يا يوسف يا رودينا 33. energy plants get plants energy. ايوه بتاخد الطاقه بتاعتها النباتات من مين؟ من الشمس. الشمس.
34 يلا اسلام. Use a to cut the watermelon. ثاني B يا مس. B اللي هي اولها K مش بننطقها اسمها knife. Use a knife to cut the watermelon. النايف هي السكينة. تمام اكسلنت يا اسلام. يلا يا يامن.